استاذ عبد الحليم اذا كنت اقتحمت عليكم عادتك. ارجوك ارجوك ازاي تصوير؟ بقول لك انت مين؟ دي صور تذكاريه للانسه. ومين اداك حق صورنا؟ يا استاذ عبد الحليم ما تزعلش، ولو عارفين انا ممكن اديهولك. حد فين؟ والله حد. ممكن اعرف بس مين الاول الانسه؟ نجمه جديده من الشباك؟ لا نجمه ولا ليها علاقه بالوسط، انا بقول لك حد ما تعصبنيش. تبقى حبك دي؟ ده ايه يا بني ادم انت؟ وعايز مننا ايه؟ انا صحفي. صحفي؟ بتبقى فضيحه؟ انا ماشي حالي. جيجي جيجي انت مين وبتشتغل في جورنال ايه؟ وحياتك هتكلم رئيس التحرير وهوريك. طب الحق كلمه بسرعه قبل ما انشر الخبر بالصوت. ده انسان ما عندوش ضمير، صورنا من غير اذن، انا مش هسكت وهرفع عليه قضيه. اهدى بس كده ومن غير عصبيه وانسى موضوع القضيه ده. لازم اقضيه. انت كده تبقى حققت له اللي هو عايزه. اعز امنيه عند الصحفي ان هو يترفع عليه قضيه بسبب موضوع هينشره. على الاقل هيلاقي موضوعات واخبار يقعد يكتب فيها شهرين قدام. حتى لو كان على حساب سمعه الناس. ما هو انت برضه مش اي ناس يا حليم. انت راجل ليك شهرتك، وكل ما كبرت شهرتك قلت خصوصيتك وبقيت ملك الناس مش ملك روحك. يا مصطفى بيه، ممكن اعرف حضرتك بعت لي ليه هنا بالظبط؟ اتفضل يا حليم. المطرب العاطفي عبد الحليم حافظ يقع في الحب. من هي التي سرقت قلب العندليب؟ الكلام ده معمول للنشر يا مصطفى بيه؟ مظبوط. وهتنشره؟ لو كنت عايز انشره من غير ما اعرف رايك كنت نشرته وطبعت منه مليون نسخة. لكن أجبتك دلوقتي أسألك يا حليم، أنشر وتزيد شهرتك ولا الست دي تهمك؟ هي طبعا تهمني، بس اللي يهمني أكتر المبدأ نفسه، إني ما كنتش سبب في تدمير حياة إنسان تاني. أرجوك يا مصطفى بيه. من غير ما ترجوني، النيجاتيف والصور خليهم عندك للذكرى، أما المقالة يا سيدي فين؟ ده جميل، عمري ما هتسأل حضرتك يا مصطفى بيه. شكرا شكر قوي. تنساش ان انا سبق وقلت لك اعتبرني اخوك الكبير. اهو وصل. ايه يا حليم، دي جيجي كانت ماشي. انا لو اعرف انك هنا كنت لغيت التصوير. اجيب لكم عصير؟ اجيب لكم عصير. شوكت؟ ايوه شوكت. جوزك اللي نسيت انك متجوزاه ودوستي على شرفه وكرامته. ارجوك يا شوكت نتكلم بعدين. بعدين ليه؟ ما نتكلم دلوقتي قدام حبيب القلب عشان على الاقل يعني يعرف هو حب مين. ولا تلاقيكي نسيتي اصلا تقولي له انك متجوزه. جيجي هانم قالت لي على كل حاجه، وعموما اتفضل عشان نقعد نتفاهم سوا. نتفاهم؟ نتفاهم على ايه؟ على مراتي؟ الصفقة؟ نشوف مين فينا هيدفع أكتر؟ فلوسي ولا شهرتك؟ شركاتي ومشاريعي؟ ولا أغانيك الرومانسية وأفلامك اللي بتقطع في قلوب البنات؟ من فضلك، الناس كبار وملوش أي لازمة التجريح. متنساش إنك بتتكلم على الهانم اللي لسه مراتك. كويس كويس أوي يا أستاذ يا فنان، اللي الناس مخدوعة في وشك البريء وأفلامك الرومانسية. كويس قوي انك عارف ان مدام اللي موجوده في بيتك دلوقتي تبقى مرات واحد تاني. حتى لو موجوده في بيتي ده ما يعنيش اي شيء، ده بيت عيله، اختي وبنت خالتي موجودين ومفيش اي حاجه اكتر من كده. اه ويا ترى بقى هما اللي بيدبروا لكم المواعيد والمقابلات؟ لا لا، لغايه اصحاب البيت ولا بقى، انا سايباك تتكلم لاني مقدره ظروفك، لكن لغايه عندنا ولا، لان بيتنا ده بيت محترم واصلا ما بيستقبلش غير الشرف. ليه معاك كلام تاني بعد كده؟ ازاي عارف البيت؟ اكيد كان بيراقبنا. قولي لي اعمل ايه عليا؟ انا هروح وراه. تروح ورا مين؟ انت اتجننت؟ دي في الاول وفي الاخر مراته، مراته.
انت ليه تحطنا في الوضع ده؟ احنا هنضحك على بعض، مفهوم بقى؟ يعني ايه اللي بتقولي ده؟ اللي انت سمعته حبيبي. مش فاهم ازاي بعد ما هربتي من النار بترجعي لها برجليكي؟ اكتشفت اني كنت غلطانه. غلطانه؟ غلطانه انك حبيتيني؟ غلطانه اني هدمت بيتي واستقراري وظلمت انسان ملوش اي ذنب غير انه حبني. وانا انا يا جيجي انت فنان كبير وليك حياتك اللي هي اصلا ما تشبهش حياتي. اكتشفتي ده من امتى يا هانم؟ لما بعدت عنك وعن مصر كلها، فقت ورجعت لعقلي، وزي ما بقولك شوكت جالي لندن وتصالحنا، وانا جاي هنا اخلص شويه حاجات ومسافره له على طول. والانسان اللي محبش في الدنيا غيرك ملوش عندك اي اعتبار؟ شنطه اشتريتيها وما بقتش موضه، فستان ما بقاش على مقاسك واديتيه للشغاله بتاعتك؟ حليم ارجوك. ارجوكي انت. شوكت كان عنده حق، انت يظهر متعوده تبيعي كرامه الناس بالرخيص. ليه يفرق معاكي حب ولا احساس ولا اي حاجه؟ الناس كلها عندك مناديل حرير تبدليها اي وقت وانت خارجه. حليم اسمعيني للاخر، انت هترجعي للانسان اللي يستاهلك وتستاهليه، عشان انتوا الاتنين من طينه واحده، من طبقه واحده، ما يفرقش معاكوا اي حاجه، وشايفيننا عبيد وانتوا ساده، ناس اقل منكم، انكم تحطوا ايديكم في ايدينا. لكن وحياة الحب اللي حبيتهولك اللي هخليكي تندمي طول عمرك. انا اسف على كل المشاعر الحلوه اللي عشتها معاكي، على كل لحظات الفرح اللي عشتها مع واحده خاينه، وهتعيش وتموت خاينه. خرجتي رحتي فين يا علي؟ كنت عند الجيش. ليه يا علي؟ ليه يا علي؟ ما تظلمهاش يا حبيبي، جيجي بتموت يا حليم. ازاي ما فهمتش؟ ازاي ما خدتش بالي؟ ازاي سبتك تتعذبي العذاب ده كله؟ اهدى يا حبيبي، بلاش تعمل في نفسك كده. انا ظلمتك وظلمت روحي، عذبت نفسي وعذبتك معايا، فهمتك غلط وغيرتي كانت عمياني، ما شفتش. انت مالكش ذنب في اللي حصل، انا كل لحظه كانت بتعدي عليا وانت زعلان مني، كانت بتقربني للموت اكتر من قريبه. ازاي لساني طوعني اقولك الكلام ده وانت عارفه اني محبتش في الدنيا غيرك؟ انا بحبك قوي، بحبك قوي يا جيجي. انا كمان بحبك، بحبك قوي. خلاص يا حبيبتي مفيش وقت نضيعه، يلا غيري هدومك ونخرج للعالم كله. ايه ده يا حليم، ما تبقاش مجنون. ده انا بقى مجنون لو سبتك لحظه واحده. مبروك يا حبيبتي. الله يبارك فيك يا علي. الف مبروك يا جيجي. عقبالك يا دوسه. عقبالنا كلنا يا جيجي هانم. انا عايز اكبر واجمل واشيك فرح في مصر كلها. لو ما كانش يتعمل لك انت حبيبي فرح زي ده يتعمل لمين؟ ده انا هجيب الاستاذ عبد الوهاب يغني شخصيا. ابو هب؟ ابو هب بعد ما اعتزل؟ ايوه بعد ما اعتزل. في فرحي مش هيقول لي لا، واعزمه مصر كلها، والريس ان شاء الله هيجي لي. طبعا هو بيحب حد زيك ولا هيروح لاغلى منك؟ ما تخليها حاجه عتضايق احسن يا حليم. احنا كلنا عايزين نفرح، ده حليم بحاله الحيله واخر العنقود، مش بس في عيله شمانه، ده في مصر كلها. الا بالمناسبه محمد واسماعيل فين؟ محمد في الجامع. طب واسماعيل ومراته؟ اسماعيل في شقته فوق. طيب ما تطلع تنده لهم يفرحوا معانا شويه. شويه كده وهنبقى ننده لهم. هو في ايه علي؟ مفيش حاجه. طيب طيب انا هطلع اجيبه. طب استنى ده جاي معاك. لا خليكي مستريحه، يلا يا جيجي شحاته.
العود بتاعي فين؟ ايه رايك؟ نحس كمان انا حلو قوي يا حليم. ثانيه ترتر يجنن. اتجوز القضاء المستعجل والعياذ بالله. اتجوز الانسه. انا عايزه اوصيك وصيه. هتتجوز ب 2 مليون وصيتي و1000 جنيه في البنك. اوعى يا حليم بلسانها اللي عامل زي المبرد. اوعى حد يسبقك يا حبيب. الهي لازم تفتكر طول عمرك الاول. لا تحوجني لها يا رب. إحساسك الصادق وقلبك المليان حب هيخليك توصل قلوب الناس. حاضر يا جيجي حاضر. بس انتي ما تتكلميش عشان ما تتعبيش. أنا فعلا تعبانة. خليك انت مع نجاحك وأنا لازم أمشي. جيجي تعرف يا حليم الدنيا دي غريبة قوي ملهاش أمان. أنا عشت عمري كله بدور على الحب وبدور عليك ولما لقيتك همشي واسيبها. يا حبيبتي ما تتكلميش الكلام هيكادك. مش عايز تسمعني لآخر مرة زي ما انا عايزة عينيك تكون اخر حاجة بتغمض عليها عليا اخر حاجة بشوفها. يا حبيبتي حرام عليك ما تعذبنيش بالكلام ده. تصور يا حليم انا عمري كله ما يتحسبش منه غير الايام اللي عرفتك فيها وعشتها معاك واللي كانت زي حلم جميل مش عايزة أصحى منه أبدا. أنا حبيتك وأنا مش عارفة الحب ده هيوديني على فين. كنت عايزة أعيشه بس عشان كده أنا همشي وأنا مرتاحة. أنتي هتعيشي وهنتجوز وهتفرحي بولادنا. هني لي حليم فاكر أول مرة غنيت لي فيها؟ عايزة أسمع صوتك هيوحشني. من فضلك. حاضر. إيه رأيك بقى يا ست ماري؟ من جهة الصوت جميل جدا وإحساسه عالي قوي. ربنا يخليك يا ست ماري ربنا يخليكي. طب ما دام رأي حضرتك كده بقى يبقى على خيرة الله. لكن اسمح لي يا استاذ كمال يعني شكله ما ينفعش خالص في السينما. ليه بس يا ست ماري؟ وشه مش فوتوجينيك. يلا كمال يلا. استنى بس يا حليم استنى. ممكن يعني ممكن يغني مكان البطل يعني يركب صوته لكن يمثل مش ممكن ابدا. يا ابن الدنيا ما تتخدش قفش كده. مش هينفع اللي انت فيه ده. ايه هو اللي انا فيه يا اسماعيل؟ واحده كلمتني بمنتهى العجرفه وكانها بتطرد حشره. عايزني اعمل لها ايه؟ ارقص ولا اغني؟ ولا ترقص ولا تغني يا حليم. انا بس عايز اقول لك ان الحساسيه الزايده عن اللزوم اللي عندك دي هتضرك في حياتك وهتقفل في وشك سكك كتير. انت مش قلت ان الست قالت على صوتك ان كله رقه واحساس؟ رجعت حطت التراب فوق كل الكلام ده. يا عبد الحليم دي منتجه ومن حقها تعرف الفلوس اللي بتحطها دي هتروح فين. وبعدين كمان من حقها انها تختار البطل المناسب للفيلم بتاعها. ويمكن من وجهة نظرها ان انت مش البطل المناسب. من غير ما تجرح في الناس يا سمعة. ممكن تقول الدور مش لايق على الشخصية، شكلي صغير على الدور، لكن ما ينفعش خالص وكأنها شافت قرد. غريبة قوي. المفروض انها فنانة ومنتجة وتعرف تتعامل مع الفنانين كويس. هي بتتكلم كويس مع النجوم. لكن الغلابة اللي زينا ما بتعملش حساب مشاعره. بكره هتيجي لحد عندك يا حلو وتتمنى رضاك وهفكرك.
ايه حكايتك؟ هتقعد النهارده كمان مش هتنزل ولا ايه؟ لا انت متخانق مع الموجي ومع كمان؟ ولا ده ولا ده. لما هو ولا ده ولا ده ما بتنزلش تقعد معهم ليه؟ انت زهقتي مني؟ ليك ايه يا واد ما تقول؟ عليه انا بقيت عامل زي البيت الواقف، لا بيتباع ولا بيتشرى، لا مني بقيت عازف ولا مني نجحت في الغنى. عشان اللي حصل في اسكندريه يعني هتقفل لنا الدنيا؟ موضوع وعد. ادينا قربنا على سنه والاغاني بتتزع كل يوم في الراديو، لا متعهد كلمني ولا حد سال عليا. انا فاشل فاشل يا عليا. ما هو انت لما تقول كده تبقى فاشل. يا واد البس، قوم البس يا واد، قوم يا واد البس. البس اروح فين؟ فسحني، عشيني عند ابو شقره وبعد كده نروح نصلي ركعتين في الحسين ونرجع. اهي التانية دي سهلة عشان ببلاش. والأولانية عليا بس هتردها. ألو؟ أيوة يا فندم، أنا عبد الحليم حافظ. ده شرف كبير أوي سيادتك. ده من ذوقك والله. لا أجي لسيادتك ونتفق على كل حاجة. على العموم اعتبرني موجود. شكرا يا فندم، شكرا. ده مين الراجل المهم ده اللي انت عمال تقول له يا فندم وسيادتك؟ يكونش الباشا؟ يا بنتي عصر الباشوات خلص، احنا في عهد الثوره. مين اباظه ده يا حليم؟ اباظه وبتقوليها كده؟ ده ما تقول مين وتخلص، انت هتنقطنا. هقوله امر الله. فاكره عليا يا حبيبتي لما كنا بندعي في الحسين ونقول يا رب افتحها؟ اهو فتحها علينا، وهغني قدام مجلس قياده الثوره بحالها. بركاتك يا ابن بنت النبي. هو في ايه؟ انا هفضل واقفه زي التيشه مش فاهمه حاجه؟ يا بنت اسكتي خلينا نعرف مين اباظه ده. اباظه تاني؟ هقولك، ده واحد من الضباط الاحرار اللي ماسكين الشؤون المعنويه في الجيش، وهيعملوا حفله وعايزين نغني فيها. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. مبروك حبيبي. انت رايح فين؟ هلبس وانزل بقى عشان اشوف هعمل ايه. يا رب يوفقك يا حليم يا ابن خالتي يا رب. وهتغني ايه قدام الهلومه دي كلها؟ المشكلة مش هغني ايه، انما هغني على ايه؟ تغني على ايه يا حليم؟ فرقتي موجودة. لا يا موكي، ما ينفعش. الغنى على مسرح الشاطبي وعند المعلم صديق غير الغنى على مسرح الاندلس وقدام مجلس قيادة الثورة. الحفلة نقلاها الإذاعة على الهواء مباشرة، يعني مصر كلها هتسمعها. ما تنسوش يا جماعة ان دي شهادة ميلادي. كفاية أول مرة. أنا مش ناقص فشل. من غير ذكريات دمها تقيل يا حليم. خلونا نفكر في حل. طب انا عندي حل. نلم شويه عازفين من فرقه تانيه ونحطهم على فرقتي. انا عشان اطلع على المسرح عايز 20 عازف على الاقل. 20 عازف على الاقل؟ يا حليم يا حليم، ده اكبر فرقه 12 عازف. 12 عازف دول بيطلعوا مع نجوم زي عبد العزيز محمود مثلا، ووجود نجم بيغطي على اي نقص. بس حكايه ال 20 عازف دي عايزه فلوس كتير قوي. قد ايه يعني يا كمال؟ ما نلم من بعض. نلم من بعض؟ نلم من بعض ايه؟ ده العازف المحترم ما بياخدش اقل من 30 جنيه. يا 30 جنيه؟ 30 في 20 600 جنيه؟ يا خبر ابيض، دي ثروه. انا حظي كده، ماليش نصيب. الله، كلام ايه اللي انت بتقوله ده يا حليم؟ وبعدين انت فاكر نفسك ايه؟ طلع تغني لروحك؟ يا ابني يا ابني، انت بتغني باسمنا، يعني شايل احلامنا كلها معاك. يا جماعه خلونا نفكر في الحل. واضح ان مفيش حل. ايه دول يا علي؟ دول تاخدهم تبيعهم كده زي الشاطر، وهي النوايا تسند الزير زي ما بيقولوا. بقى انا بدل ما اشتري لك اخد ذهبك وابيعه؟ بطل كلام خايب، بكره تجيب لي قده 100 مره. بكره ده شكله مش جاي ابدا يا علي. انا واد انت ما بيغزنيش منك غير كلام العواجيز ده. عامل في نفسك كده ليه؟ ده انت لسه مفصوص، ما طلعتش من البيض. انا مش عارف احقق اي نجاح. فشل فشل. عملتوا ايه؟ اجرنا المكتبه واخدنا 50 جنيه مقدم. هانت يا حليم، هتجننوني. مكتبة ايه اللي أجرتوها؟ وبتعملوا كده ليه؟ وبتضحوا عشان خاطر مين؟ عشان خاطر أحلامنا كلنا يا حليم. أحلامكم كده بتحولوها لأوهام، إزاي تستغنوا عن أكل عيشكم بالبساطة دي؟ عشان حاطين أمالنا فيك يا حليم. عارفين إنك هتأكلنا بدل العيش بقلاوة.
يا جماعة انتوا شايفيني أكبر بكتير من حجمي. أنت اللي مش شايف نفسك كويس. يا ود أنت لما كنت بتغني عند عم عوض المكواجي كان الناس بيتلموا حواليك ما بيبطلوش تسقيف. الواد جعفر الطويل الرفيع ده مش لأنك علقة وأنت صغير غيران من صوتك. بلاش دول. الأستاذ ندى لما جالنا البيت مش جه لما سمع صوتك. لو مش عارف إنك بإذن الله هتبقى حاجة ما كانش جاي حبيبي. يا علي دار الايتام والزقازيق والمكواجي حاجه والجمهور اللي هغني قدامه حاجه تانية. لا تانية ولا تالتة. الصوت نفس الصوت واللي كانوا بيسمعوك هناك وبيتبسطوا هيسمعوك غيرهم هنا برضو بيتبسطوا. انت يا بنت سابه الدنيا تضرب تقلب وخارجه تتفسحي. راحت تشتري حاجه حلوه اصل حلاوتها زايده حبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي في ايدك ده؟ أصل أنا نزلت اشتريت قميص لحليم عشان يغني بيه في الحفلة. العينة غلبت. إيه يا حليم؟ القميص مش عاجبك ولا إيه؟ يا جماعة ده كتير قوي عليا. هفضل مش شايلكوا همي ولا أكني لسه عيل صغير. يا سلام عليك يا فردوس وعلى ذوقك. شايف يا ابني جايبه لك قميص عشان تغني بيه في الحفله. طب كنت افتكرتيني بجوز انشرابات. يا جماعه انا تعبان ومش هغني في الحفله دي. جيت في وقتك. تعالى شوف اخوك اللي مش عايز يغني في الحفله. تعالى يا اسماعيل وشوف عيلتك واللي عملوه. تصور. عارف انا عارف كل حاجه. عارف كل حاجه. عاوز اتكلم معاك كلمتين. تعالى يا حبيبي تعالى. انا اذنك ولا معاك. تعالى. عقلوا بكلمتين. لحسن ده بان مخه اتلحس خالص. بص يا ابو حليم وانا في سنك كده اهو كنت حاسس ان الدنيا كبيره قوي في عينيا وكنت حاسس ان انا ممكن اعمل فيها كل اللي انا عاوزه. احلامي ما كانش ليها حدود وكنت واثق ان انا هحققها. وبعدين لقيتني كل ما بكبر سنة أحلامي بتنقص حلم. صحيح أنا غنيت في الإذاعة وقالوا صوتك حلو لكن وبعدين بقيت إيه؟ صوت من الأصوات. علشان كده يا عبد الحليم أنا عاوز أحقق حلم ده فيك أنت. أنا الفرق اللي بيني وبينك 10 سنين. لو ما بقيتش يا عبد الحليم نجم في 10 سنين دول هتبقى صوت من الأصوات وعمرك ما هتبقى نجم. هتفضل طول عمرك موظف في وزارة الصحة. عايز تفضل على طول موظف في وزارة الصحة يا عبد الحليم؟ اوعى تتنازل عن حلمك بسهولة. اوعى تعجز وانت لسه صغير. اوعى يا حليم. في حاجة يا سعدية؟ في واحد بره عايز بس حليم تقول اللي كانت زميلة في المعهد. اسمه ايه يا سعدية؟ أستاذ أحمد فؤاد حسن. أحمد فؤاد حسن؟ غريبة أوي. قولي له اتفضل ولا اقول لك دخلي الفراندا عقبال ما اغير هدومي واعملي له كوبايه شاي. بالحضن يا زميل الكفاح. وحشتني يا احمد وحشتني قوي. اتفضل اقعد. لو وحشتك يا استاذ كنت سالت ولا خلاص بقيت مشهور ونسيت الغلابه اللي زينا. حد ينسى احلى ايام عمره؟ دي عشره يا راجل. عشان العشره والزماله دول انا جيت لك النهارده. وانا تحت امرك. ايه اللي اقدر اعمله لك؟ انت عارف ان حلم حياتي من زمان ان اكون فرقه موسيقيه. عارف. والفرقه ما تبقاش فرقه من غير مطرب. عايز تقول ايه يا احمد؟ كمال الطويل جالي وقال لي على الحفله بتاعتك. وانا وكل زمايلك قررنا نبقى معاك ونبقى فرقتك في اليوم ده. بس انتوا كلكم محترفين وبتاخدوا كلنا معاك انت متبرعين. عاوزين نثبت للكل ان الجيل الجديد الدارس الفاهم الواعي يقدر ينجح. وده هيكون على ايدك انت ان شاء الله يا حليم. مش سامع الباب يا صباح؟ ايوه سامعه رايحه حالا اهو. حاضر. صباح الخير. صباح النور. ده منزل الاستاذ عبد الحليم حافظ. ايوه. اهلا وسهلا. اكيد حضرتك عليا اخت الاستاذ عبد الحليم. بالظبط. ما تشرفناش. ماري كويني. اهلا يا هانم. اهلا اهلا اهلا. اتفضلي 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 استريحي.
يا ترى الاستاذ عبد الحليم موجود؟ اه طبعا موجود. تشربي ايه حضرتك؟ ميرسي ميرسي خالص. اهلا اهلا بالنجم الكبير. اهلا يا هانم. ما تتفضلي يا هانم تستريح. واضح ان الاستاذ مستعجل. انا فعلا مستعجل. تحت امرك. انا جاي علشان امضي معاك عقد فيلم، انما قصته حلوه قوي الحقيقه. انا كنت اتمنى، بس انا مشغول على الاخر. لا مش مهم خالص السنه دي، السنه الجايه. ولا السنه الجايه. اه كده طبعا. اذنكم بقى. ما شربتيش حاجه هانم؟ والله مش معقوله تنزلي بالشكل ده مره تانية. انت ايه اللي عملته مع الست ده؟ ازاي تكلمها بالطريقه دي؟ عملت لك ايه عشان تعملها بالشكل ده؟ الا اللي يجرحني عليها. مش دي برضه اللي طردتني من مكتبها بحجه ان وشي ما ينفعش في السينما؟ ولو ده من دخل درجه جاب الحق عليك يا اخي. ارجوك يا علي، ارجوك، انا تعبان. طب خلاص خلاص خلاص. انا اذنك. الو. ايوه يا فندم. مين حضرتك؟ الاستاذ موسى صبري من مجله الجيل. الو. ايوه استاذ موسى. اهلا اهلا بالنجم الكبير. اهلا يا استاذ عبد الحليم. الامر لله. انا كنت عايزك في خدمه. ليا واحد قريبي هيتجوز وخطيبته رصه والف سيف، ما تتجوزه الا اذا حضرتك غنيت في الفرح. تعبان؟ لو الموضوع موضوع فلوس امال ايه الموضوع؟ تعبان ازاي وانت بتصور كل يوم؟ عموما متشكرين يا استاذ عبد الحليم. ايه يا استاذ عمل فيها نجم؟ تصور عليه كل ده؟ ما اي حد ممكن يبقى عبد الحليم. ايه اللي بتقوله ده؟ ما كانش حد غلب. انا سمعت شاب بيغني على قد الشوق هو عبد الحليم. سمعته فين؟ في قاعده عند ناس اصحابي. اسمه ايه؟ اسمه كمال حسني. بيشتغل ايه؟ موظف في بنك. تقدر تجيبه لي بكره؟ يكون عند سعادتك بكره. رايك ايه يا كامل بيه في اللي كاتبه موسى صبري على الشاب الجديد اللي طالع، الشاب اللي اسمه كمال حسني؟ رايي ان موسى صبري ظلم الجدع ده. ليه يا كامل بيه؟ ده حتى عامل له دعايه جامده قوي. ما عشان كده بيظلم. الدعايه لما بتبقى اكبر من الموهبه بتضرها. اه بس ده بيقولوا هيبقى اكبر منافس لعبد الحليم حافظ. مين ده؟ انت بتهزري؟ عبد الحليم صنعته ظروف مجتمع وبلد وشكله عذاب ويدن، عملوا منه فنان بحق وحقيقي، خابز الناس، عجنهم، عارف بيوصل لهم ببساطه ازاي ويخش قلوبهم من غير استئذان. انما اي فنان فاكر نفسه هينجح بسطرين في جورنان يبقى جاهل وموهوم. الو موسى، انا ماري كويني، عايزاك في موضوع مهم جدا. يا جماعه انتوا بقيتوا عيلتي خلاص، يرضيكوا بقى ان انا اطلب طلب من اسماعيل وما يعملوش. اسماعيل وفي فطيبه اسماعيل. بصي ما تقليش عليه، قولي لي وانا اعمل لك كل طلباتك. عايزاه يغني. يا سلام عليك يا سميره، انا كمان نفسي اسمع صوته. هو ده وقته؟ ليه هو الغنى ليه وقت؟ ما تسمع كلام مراتك يا اسماعيل، بس في الغنى بس. ماشي طيب، بعد اذنك يا شحاته هات لي العود. شفتوا اللي مكتوب في الجورنال؟ خير يا شحاته. بص يا سيدي، تشهد الاحتفالات بعيد الثوره هذا العام اكبر حشد من نجوم الطرب والغناء، وسوف يغني في عيد الثوره 12 عبد الحليم حافظ من كلمات مرسي جميل عزيز والحان كمال الطويل، كما ستغني ام كلثوم قصيده على باب مصر، وكما هي العاده سوف تنتشر اغنيه عبد الحليم انتشار النار في الهشيم بين الناس، بينما تعاني الاغنيه الوطنيه لكوكب الشرق من حاله ولاده متعثره كي يعرفها الناس. ليه كده بس؟ ما هي دي الحقيقه يا حليم. حتى لو الحقيقه، بس انا ليا لون وهي ليها لون.
الواد الصحفي ده نيته مش سليمه. الكلام ده هيأثر على الست جدا. يا رب ما تقراه. صحفي قليل الذوق. انا لازم اكلم رئيس التحرير. ما تزعليش نفسك زيت الكل ابدا. ما هو اللي كتب كتب واللي قرا قرا. يعني اسكت؟ لا مش نسكت. هنشوف الحفله اللي جايه. عبد الحليم بيغني كل سنه، بينقي احسن وقت الساعه 12 بالليل، يعني في عز الناس بتكون مصاهله. طيب خلاص. الو، من فضلك ممكن اكلم سياده المشير عبد الحكيم عامر؟ اهلا يا سياده المشير، انا ام كلثوم، وحشني جدا كده برضو. لا سؤال ولا حتى كل سنه وانت طيبه. على العموم انا عارفه مسؤولياتك، بس انا ليه عندك طلب. الامر لله. حفله 23 يوليو الاسبوع الجاي انا عايزه اغير مواعيدي فيها. اصلي الجو بيبقى حر في المسرح، وانا يعني عايزه اغني الوصلتين بتوعي واسيب لكم المسرح فاضي خالص تعملوا فيه اللي انتوا عايزينه. تسلم لي عينيك يا سياده المشير. طيب انا هعمل ترتيباتي على كده. شكرا، من فضلك عايزه ابقى اسمع صوتك. ميرسي، مع السلامه. مساء الخير يا فندم. اهلا اهلا الفنان الكبير ابن ثوره. لا واضح ما بقتش ابنها ولا حاجه. في ايه يا حليم؟ في حاجه حصلت؟ انا معادي دلوقتي اللي بغني فيه كل سنه هو الساعه 12 بين وصلتين الست، وانا وضبت نفسي على كده وفرقتي كمان، وفوجئت دلوقتي حالا ان انا هغني في الاخر، ولما احتجيت قالوا دي اوامر سعادتك. هي ام كلثوم هي اللي طلبت وقالت انها بتتعب من الانتظار، وانا وافقت. فين المشكلة؟ المشكلة ان الست ام كلثوم بتغني 4 ساعات، والجمهور بعدها بيبقى تعبان ومجهد ومش قادر يسمع اي حد، وهي عارفة كده. الحقيقة انا ما خدتش بالي من النقطة دي. انا وافقت بحسن نية، بس حاليا دلوقتي احنا مش هنقدر نعمل اي حاجة. احنا وزعنا البرنامج على الاذاعة وضيوف وكل الناس. وفي حاجة كمان، الرئيس هيضطر يمشي بدري عشان مسافر الليلة. ده حقيقي. طب وده يرضي مين يا فندم؟ ايه يا بطل؟ شكلك مش مبسوط. اهلا يا فندم. اهلا. لا مفيش اي حاجة. ايه يا حكيم؟ مزعلين حليم ليه؟ لا ابدا يا ريس، هو زعلان ان هو هيطلع بعد ام كلثوم، وخايف حضرتك تمشي قبل ما تسمعه. ما تزعلش يا حليم، انا هقول لمحمد احمد ياجل طيارتي لحد ما تخلص هنا. مبسوط يا حليم؟ متشكر يا فندم، الف شكر. يلا بقى روح حضر نفسك عشان تعرف تغني. طبعا اذنكم. اتفضل. مش يلا يا ريس علشان نسمع ست؟ اتفضل يا حكيم. انا عارف هي عملت كده ليه. ايه ده يا حليم، امال عشان صحتك؟ هي عارفه ان معظم جمهوري من الشباب، وعقبال ما اطلع اغني الاغنيه هتكون الناس نامت، واللي ما نامش تعب، يعني هي بتموت لي الاغنيه. ما تاخدش الموضوع بالشكل ده يا حليم. جايز تكون الاسباب اللي قالها المشير حقيقيه. طب وانا ذنبي ايه؟ اهدى اهدى يا حليم، الانفعال مش كويس علشانك يا اخي. كلام شحاته مظبوط. اللي حصل حصل. لا زعلك ولا انفعالك هيجيب نتيجه، الوحيد اللي هيخسر هو انت. هو ده الكلام يا حليم. خليك حليم اللي احنا نعرفه، امال اللي لما حاجه تضايقه بيتغلب عليها بفن وبتصميم. ماشي ماشي، ما اشوف اخرتها. دي واحدة نيتها سليمة دي. أقول لك كلام مش هيجيب نتيجة يا حليم، خلي الليلة تعدي على خير. أمه يلا يا حليم استعد، أحمد فؤاد حسن طلع مع الفرقة على المسرح. شرف عظيم لأي مطرب يختم حفلة بتغني فيها الست أم كلثوم،
بس مش عارف ده فعلا شرف ولا مقلب عاملاه فيا الست ام كلثوم. الو، ايوه، انا عبد الحليم حافظ. بكره سيادته عايزني بكره ضروري، وهو كذلك. هصحى الصبح واطلع عليه ان شاء الله. وانت من اهله يا سيدي. مع السلامه. مع السلامه. خير يا حليم؟ خير ان شاء الله. ده المشير عايزني في مكتبه اللي في اسكندريه. يا ترى هيكون عايزك في ايه؟ اكيد هيكرموني عشان الغنوه طبعا. تمام يا فندم. خير يا ابني؟ عبد الحليم حافظ بره يا فندم. خليه عندك لغاية لما هو يدخل. تمام يا فندم. ألو، ازيك انت؟ ايه الأخبار؟ لا يا راجل، لا 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 يا راجل. ها وانت بقى عملت ايه؟ تشرب حاجة يا أستاذ عبد الحليم؟ احنا شربنا كل الحاجات اللي في البوفيه. هو سيادته مشغول قوي كده؟ واضح انه مشغول. مفيش مشكلة، ادينا قاعدين. فندم، حالا يا فندم. اتفضلوا. شوف يا ابني البهوات تشربوا ايه؟ احنا متشكرين قوي يا فندم، احنا شربنا كتير قوي بره. هو في حاجه حضرتك؟ بخصوص سيادتك زعلان مني ولا حاجه؟ اصل مش متعود حضرتك تقابلني كده. وانت مش حاسس عملت امبارح ايه في الحفله؟ متهيألي غنيت كويس. انا مش بتكلم عن الغنى. توضح لي الكلام اللي قلته عن الست ام كلثوم. هي ام كلثوم برضه اللي بتنظم الحفله ولا الجيش هو اللي بينظمها؟ انا عارف سيادتك. بدون مبررات. بكره يا استاذ تنشر اعتذار في كل الجرايد والمجلات عن الكلام اللي قلته في حق الست ام كلثوم، مفهوم؟ انا اسف مش هقدر انفذ الاوامر دي. ايه؟ بتقول ايه؟ انا بقول لسعادتك ان انا مطرب على قدي، وحضرتك الراجل التاني في الدولة، تقدر تسجني تموتني تخفيني ورا الشمس، لكن مفيش قوة على الأرض تخليني أتنازل عن كرامتي وأعتذر لإنسان أنا مغلطتش فيه. أنت باين عليك اتجننت. جايز يا فندم، بس أنا برضو مش هعتذر. يلا يا مجدي. استنى خلينا نستنى شوية. يلا يا مجدي، على إذنك يا فندم. أنا آسف جدا يا فندم، الظاهر إنه تعبان أوي. بعد إذن سيادتك. يا شمس، شوف حكاية عبد الحليم المجنون. أخو
يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: عليه أفضل الصلاة والسلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوا إلا بشيء قد كتبه الله عليك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. صدق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا يا حليم الكلام في الحفلة ما كانش ليه أي لزوم، لأنه كان اللي حصل حصل وخلصنا. اللي انت عملته وقلته قدام المشير رفع رأسنا كلنا لفوق. الرزق يا حليم هيجيلك لحد عندك، والحادثة اللي انت شايفها كبيرة دلوقتي مع الزمن هتبقى صغيرة وهتنتهي كمان. اللي هيفضل يا حليم هي كرامتك اللي انت بديتها فوق مصلحتك، هو ده الفرق بين الخضوع لله سبحانه وتعالى وبين الخضوع للبشر. اللي يخضع لله حر، واللي يسيب نفسه للناس هيفضل طول عمره عبد. مش مظبوط الايام دي خالص. انا مراقبك من يوم المقابله بتاعت المشير عبد الحكيم عامر دي وانت حالك مقلوب. مفيش حاجه يا شحاته. ايه ده؟ مفيش حد حافظك قدي. في ايه؟ في ايه يا حليم؟ فتفضلي فتفضلي يا ابن خالتي. ابدا يا شحاته، شويه هواجس كده متاخدش في بالك يا ابني. انت اقل صوت بقى يفزعك، انت بتتنفض كل ما جرس الباب يرن زي ما تكون خايف من حد. انت خايف من حد؟ قولي قولي في ايه في ايه. ربنا يستر ربنا يستر يا شحاته.